بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فهذا الدرس هو استكمال لدروس بدأناها من قبل في كتاب الجامع في صفة الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة عمود الدين والركن الأعظم بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر عظيم متعلق بالصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد من تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي العبد الصلاة الصحيحة. وهذا بيان للصفة الصحيحة للصلاة التي أمر الله بإقامتها لا بمجرد أدائها. والإقامة تختلف عن مجرد الأداء، فالإقامة أن تقيمها بشروطها وأركانها وواجباتها وما استطعت من سننها ومستحباتها. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول الذي يعقده صاحب المعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى في صبيحة هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 14 من شهر رمضان من العام 43 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس الخامس من المجالس التي عقدها حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق والشرح والبيان على كتاب الجامع في صفة الصلاة من تأليفه حفظه الله تبارك وتعالى. قال حفظه الله: حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. مذهب الجمهور أن المصلي لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بي: الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وذهب الشافعي إلى الجهر بالبسملة في الصلاة. نعم، هذه المسألة من المسائل التي تناولها العلماء بالبسط والبيان والشرح والاستدلال، وهي مسألة الخلاف فيها قديم. حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. مذهب جمهور أهل العلم أن المصلي
لا يجهر بالبسملة في الصلاة. وهذا القول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم دليله ما أخرجه مسلم رحمه الله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، جميعا كانوا يستفتحون بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون قبل ذلك جهرا، لا يذكرون جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول القراءة ولا في آخرها. هذا دليل صريح صحيح واضح بين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الثلاثة من خلفائه الراشدين جميعا، وهو أيضا ما شهد به صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنس بن مالك وحسبك به رضي الله تعالى عنه، يشهد ويخبر بأنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يجهروا، ما كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القول. والقول الثاني هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وأنه أي الإمام يقرأ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها. وعند التأمل نجد أن قول الجمهور هو الأقرب والأصح والأرجح، وذلك لوجود الدليل الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، وهذا كافي. وسار على ذلك الخلفاء من بعده الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله إلى الجهر بالبسملة فهذا ليس عليه دليل صريح صحيح يصار إليه. أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: والخلاف في المسألة قديم، والخطب فيه سهل، وإن كانت المصلحة في الجهر بها فإنها تكون مستحبة. نعم، الخطب في هذا سهل، وإن كانت هذه المسألة قد تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، لكن الخطب فيها سهل. وإذا كانت المصلحة في أن يجهر الإنسان في الصلاة بأناس يرون الجهر بالبسملة وينكرون على من لم يجهر بالبسملة، وربما حدثت عندهم فتنة، إذا كان هناك مصلحة بتأليف القلوب وعدم نفورها وعدم تنازعها بأن يجهر الإنسان فليجهر، الأمر سهل. لكن الراجح في المسألة
الراجح في المسألة أن الجهر بالبسملة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله، قال شيخنا ابن باز رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم استحب الجهر بها وبعضهم كره ذلك وأحب الإصرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثاً صحيحاً صريحاً يدل على ذلك، ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع. وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس، ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإصرار بها عملاً بالأحاديث الصحيحة. انتهى كلامه. واعلم أن هذه المسألة قد كثر فيها خلاف أهل العلم، وألفوا فيها عدداً من المؤلفات. قال الزيلعي رحمه الله: مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل ومعضلات الفقه، ومن أكثرها دوراناً في المناظرة وجولاناً في المصنفات. هذا مما علم عند التتبع في المصنفات التي كانت في هذه المسألة السهلة، ألف فيها مؤلفات وتناولتها أقلام الباحثين والمصنفين والعلماء، ولكن إذا تتبعت لتجد حديثاً واحداً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية لا تجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما دخل الدار قطني مصر سئل أن يجمع أحاديث الجهر بالبسملة، فجمعها، فقيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. وهذا يدل على أن الجهر بالبسملة لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت فيها عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجهرون بالبسملة. وهل كان الجهر للتعليم وليعلم أنها تقرأ في الصلاة؟ قد يكون هذا من أسباب الجهر من بعض الصحابة، لا لأجل أن الجهر بها مشروع. وهذه مسألة لا تكاد تخفى، لأن الصلاة متكررة في كل يوم 5 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يصلي بالصحابة حتى قبض صلى الله عليه وسلم، فغير معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة ولا ينقل هذا. هذا بعيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله، وقال أحمد شاكر رحمه الله: هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء، وألف فيها الكثيرون كتبا خاصة. انتهى كلامه. قال شيخنا حفظه الله: وممن أفردها بالتأليف من المتقدمين الخطيب أبو بكر البغدادي في كتاب الجهر بالبسملة، واختصره الحافظ الذهبي في كتاب مختصر كتاب الجهر بالبسملة، الحافظ ابن عبد البر في كتاب
الإنصاف فيما بين العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف، الحافظ أبو شامة المقدسي في كتابه البسملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة، فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن وفي قراءتها، وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم، مع أن الخطب فيها يسير. وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنها، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة. هذا تنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية، تنبيه دقيق. يجب أن ينتبه المسلم إلى مسألة دقيقة وعظيمة ومهمة، وهي عدم اختلاف القلوب بين الإخوة في الدين في مسائل يسع فيها الخلاف. ومن العجب أن يظهر التبديع والتفسيق والنفرة بين طلاب العلم وبين المسلمين في مسائل سهلة الخلاف فيها سهل وواسع، ولا يحتاج إلى التنافر والفرقة. ولذلك نبه شيخ الإسلام إلى ما حدث في هذه المسألة من تعصب أظهر الفرقة والاختلاف بما نهينا عنه. فالله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة، ونهانا عن الفرقة والاختلاف: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والائتلاف بين المسلمين من مقاصد الشريعة ومما دعت إليه النصوص. وفي المقابل النزاع واختلاف القلوب والتنافر بينها قد نهينا عنه. وإذا كان كذلك فمن المسائل السهلة التي نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الخطب فيها يسير من أخف مسائل الخلاف جدا هذه المسألة، فمن لم يجهر فقد جاء بما جاءت به السنة، وفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رأى الجهر فإن من ذهب إلى ذلك أئمة، وعلى رأسهم الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومن وافقه على هذا الرأي. فالحمد لله المسألة يسع فيها هذا الخلاف، لكن من باب الترجيح وبيان ما هو الأقوى دليلا والأوضح حجة، فلا شك أن عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: فأما كونها آية من القرآن، فقال الطائفة كمالك: ليست من القرآن إلا في سورة النمل، والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك. وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه،
وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه. وقال الطائفة منهم الشافعي: ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة مع أدلة أخرى. وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحقق أصحاب أبي حنيفة فقالوا: كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن، لكن لا يقتضي ذلك أنها من السورة، بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة كما كتبها الصحابة سطرا مفصولا، كما قال ابن عباس: كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت فيه وليست من السور. وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها. أما مسألة هل البسملة آية من القرآن، اتفق أهل العلم على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة أو جزء آية في سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا في البسملة في أوائل السور، هل هذه البسملة آية مستقلة أم أنها آية من السورة نفسها، أم أنها ليست بآية؟ الإمام مالك رحمه الله يقول: البسملة ليست آية من القرآن التي تكون في أول كل سورة، وإنما هي كما ذكرنا بالاتفاق جزء من آية في سورة النمل. واستدل الإمام مالك على أن ما تستفتح به السور، سور القرآن ما عدا براءة، ببسم الله الرحمن الرحيم ليست آية. قال: لأن الصحابة أودعوا المصحف، التزموا بأن يودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك، وأنهم وضعوا ذلك تبركا لا لأنه من المصحف، ليس لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية. وحكي هذا رواية عن الإمام أحمد. قول الثاني مذهب الشافعي رحمه الله، قال: إنما هي آية في كل سورة، يعني هي تبع للسورة. فمثلا بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة هي آية من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم في أول البقرة هي آية من البقرة، وهكذا. واستدل الإمام الشافعي ومن ذهب مذهبه بأن الصحابة ما كتبوا في المصحف إلا ما هو قرآن، ولم يضعوا في المصحف ما ليس قرآنا. القول الثالث وسط بين القولين، وهو مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة، قالوا: كتابتها في المصحف تدل على أنها من القرآن، لأن الصحابة لم يضعوا في المصحف إلا قرآنا، فهي قرآن، لكنها آية مستقلة وليست تبعا للسورة. وهذا أوسط الأقوال، فنقول الراجح في المسألة والأعدل بين الأقوال أن بسم الله الرحمن الرحيم
في كل سورة هي آية من القرآن لكنها آية مستقلة عن السورة، وهذا أيضا يوافق ما رجحناه في مسألة قراءة البسملة في كل صلاة مع الفاتحة. فالذين يقولون إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لو تركها الإنسان ترك ركنا لم تصح الصلاة لا سهوا ولا عمدا، لأن من ترك ركنا لم تصح صلاته. والقول الثاني بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة وليست من الفاتحة، لو أن إنسانا صلى فقرأ مباشرة الحمد لله رب العالمين ولم يبسمل فصلاته صحيحة، وهذا هو الأرجح. وعلى هذا تكون قراءة البسملة من باب الاستحباب لا على سبيل الركن، على اعتبار أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة يعني الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فابتدأ بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت البسملة آية من الفاتحة وتكون آية من كل سورة لابتدأ بها، لكن قال الحمد لله رب العالمين، فدل على أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين لا بالبسملة، وكذلك سائر السور. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة، طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي، وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي، والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا كما نقل عن جماهير الصحابة، والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها، فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوا ممتنع قطعا، وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل. وكون الجهر بها لا يشرع بحال مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة نسبة للصحابة إلى فعل المكروه وإقراره، مع أن الجهر في صلاة المخافة يشرع لعارض كما تقدم، وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابة كتبتها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة فيه ما فيه، مع أنها إذا قرأت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة، فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور. وقال رحمه الله: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلاً من الأمرين كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه، لكن يتنازعون في الأفضل وفيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ومسألة القنوت في الفجر والوتر والجهر بالبسملة وصفة الاستعاذة ونحوها من هذا الباب، فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة صحت صلاته، ومن خافت صحت صلاته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشوكاني رحمه الله:
هذه المسألة ليست من مواطن الإنكار على العامل بأي القولين، ولا يتصدر لإنكار ذلك من له نصيب من علم وحظ منه، فإنه قد اختلفت فيه الأدلة اختلافاً أوضح من شمس النهار، واختلف فيها أهل العلم من سلف هذه الأمة وخلفها اختلافاً لا ينكره المقصرون، فضلاً عن المتبحرين في المعارف العلمية. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الحق، أن الاختلاف في الجهر بالبسملة سائغ، فمن جهر فقد جهر بها، وقال بذلك سلف عدول أخيار علماء، ومن لم ير الجهر وهو الأقرب والأقوى والأكثر اتباعا وقولا فقد فعل ذلك، أي أسر بالبسملة ولم يجهر بها، خيار الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار بعده من الصحابة. فلا إنكار في هذه المسائل، يعني لا تنكر إنكارا ترى أن فاعل ما خالف فعلك أنه على ضلال، وأن الحق في هذه المسألة واحد باعتبار وجود الخلاف، الخلاف فيها سائغ، ولا إنكار إلا على سبيل التعليم والتوجيه وبيان الأفضل أو الأقوى، هذا نعم. أما من باب الإنكار على وجه التنقص أو أنه على ضلال، أن فعله غير صحيح في تأثيره في صحة الصلاة، فلا، لا يكون ذلك بين المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: قراءة الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة مرتلة معربة، يقف عند كل آية ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط، وقراءتها في الصلاة من العلم العام المتوارث بين الأمة خلفا عن سلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال النووي رحمه الله: قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة والمسافر والصبي والقائم والقاعد والمضطجع وفي حال شدة الخوف وغيرها. انتهى كلامه. وهذا الحكم للإمام والمنفرد. نعم، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا أو نفلا، جهرية أو سرية، وهذا للإمام والمنفرد، والمأموم سيأتي بيان حكم قراءة الفاتحة له. لكن للإمام والمنفرد لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، والفاتحة هي أم القرآن وأم الكتاب، وأيضا من أسمائها الصلاة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وقراءتها في الصلاة من العلم العام المتوارث بين الأمة خلفا وسلفا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: وذهب الأحناف إلى أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل صلاته، بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. خالف في ذلك الحنفية فقالوا إن قراءة الفاتحة ليست ركنا بذاتها، فلو قرأها صحت الصلاة، ولو قرأ سواها أو غيرها ولم يقرأ بها وقرأ ثلاث آيات أو آية طويلة أجزأه ذلك، فلا يشترطون قراءة الفاتحة ولا يعدون ذلك ركنا، ويستدلون بقول الله جل وعلا: فقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا هذا في الصلاة، وهذا خلاف قول الجمهور وما عليه أكثر أهل العلم. والصحيح أن قراءة الفاتحة ركن، ركن لا تصح الصلاة إلا به، إلا بهذا الركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: واستدلوا بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا: فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن، لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة بدليل قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إلى قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل، وذلك عموم في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ. قال الفخر الرازي رحمه الله: واظب صلى الله عليه وسلم طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة، فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى: واتبعوه، ولقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ولقوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله. ويا للعجب من أبي حنيفة أنه تمسك في وجوب مسح الناصية بخبر واحد، وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه، في أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية، فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة. وها هنا نقل أهل العلم نقلا متواترا أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة، ثم قال: إن صحة الصلاة غير موقوفة عليها، وهذا من العجائب. انتهى كلامه. نعم، ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله من أن قراءة الفاتحة ليست ركنا، وأنه لو قرأ ما تيسر من القرآن أجزأه ذلك، عجيب مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة وفي كل يوم حتى قبض على قراءة الفاتحة، ثم يقال إنها ليست بركن من أركان الصلاة، مع ثبوت الدليل بأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. هذا فيما يتعلق بالإمام والمنفرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: أما المأموم فقد وقع الاختلاف في حكم قراءته للفاتحة، واعلم أن هذه المسألة الخلاف فيها وقع قديما، وهي من أمهات المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وكانت محل عنايتهم واهتمامهم،
وألف فيها مؤلفات خاصة، فألف فيها الإمام البخاري جزء في القراءة خلف الإمام، ومثله البيهقي رحمهم الله. وحاصل اختلاف العلماء في هذه المسألة ما يلي: القول الأول أن الفاتحة لا تجب على المأموم، لا في السرية ولا الجهرية، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، ونسبه ابن قدامة رحمه الله لأكثر أهل العلم. واستدلوا بما يلي: أولاً قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وقال السرخسي رحمه الله: أكثر أهل التفسير على أن هذا الخطاب للمقتدي. الثاني ما أخرجه أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الثالث ما ورد عن بعض الصحابة من الآثار الناهية عن القراءة مع الإمام. قراءة الفاتحة للمأموم هي وقع فيها الخلاف أوسع من الخلاف في قراءتها للإمام والمنفرد، لأن قراءتها للإمام والمنفرد أكثر أهل العلم على وجوب ذلك وأنه ركن من أركان الصلاة، لكن الخلاف في المأموم أوسع إذا كان الإنسان مأموماً يأتم بإمام، فهل يقرأ الفاتحة؟ ثم هل يقرأ الفاتحة في كل الصلوات جهرية كانت أو سرية؟ وقع الخلاف. قول الأول مذهب الحنابلة، وهو قول علي رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وذكر ابن قدامة أنه أكثر هذا القول لأكثر قول أكثر أهل العلم، أن الفاتحة لا تجب قراءتها على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية. لماذا؟ قالوا: لأن الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا في الجهرية واضح، فإن الإمام يقرأ الفاتحة، وأنت قد أمرت بالاستماع والإنصات، وأجمع المسلمون على أن هذه الآية في الصلاة كما قال الإمام أحمد: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والإمام في الجهرية يقرأ الفاتحة، فأنت فرضك أن تستمع وتنصت فلا تقرأ. وقالوا استدلالا على أن قراءتها أيضا في السرية لا تجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا: الإمام يقرأ الفاتحة وقراءة الإمام قراءة للمأموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: القول الثاني أن القراءة واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وهو مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة، ونسبه الترمذي إلى أكثر العلماء، وهو اختيار البخاري وابن حزم والشوكاني وشيخنا ابن باز وغيرهم. واستدلوا بما يلي: أولاً عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال النووي رحمه الله: وهذا عام في كل مصل، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح، فبقي على عمومه. الثاني ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام.
فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فتشمل السرية والجهرية والإمام والمأموم والمنفرد. وقوله خداج، الخداج النقصان، يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه. قال المبارك فوري رحمه الله: والمراد من إلقاء الناقة ولدها لغير تمام الحول وإن تم خلقه إسقاطها، والسقط ميت لا ينتفع به. فظهر من هذا كله أن قوله خداج معناه ناقصة نقص فساد وبطلان. الثالث ما أخرجه أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فقد نهى عن القراءة خلفه صلى الله عليه وسلم إلا بأم الكتاب، وهي الفاتحة، ولولا أن الصلاة لا تصح إلا بها لم يستثنها. قال الخطابي رحمه الله: هذا الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام، سواء جهر الإمام أو خافت بها. نعم. القول الثاني قالوا: قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، في المقابل للقول الأول الذين قالوا لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية. القول الثاني يقابل ذلك تماما، قالوا يجب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، وهذا مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد، والترمذي نسبه إلى أكثر العلماء، وقد قوى ذلك وشدد فيه الإمام البخاري رحمه الله في جزء قراءة الفاتحة، وأيضا ممن قال بذلك ابن حزم الظاهري والشوكاني، ويقوي ذلك ويقول به ويرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وأدلة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقالوا هذا يعم الإمام والمأموم والمنفرد، يعم الجميع. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة غير تمام. وهل عند القائلين بهذا القول بالوجوب هل يقرأها مع الإمام أو قبل الإمام أو بعد قراءة الإمام؟ اختلفوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: ثم إن من قال إن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ذهب إلى أنه يقرأها في سكتات الإمام إن استطاع، وإلا قرأها ولو كان الإمام يقرأ، وله أن يقرأها قبل إمامه بعد فراغه من دعاء الاستفتاح. قال النووي رحمه الله: وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيها ثلاثة أوجه: الصحيح لا يضر، بل يجزيان. وقال الباجي رحمه الله: في المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم القرآن وإن كان قبل قراءته، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي، فإذا قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، قال: الحمد لله رب العالمين. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا لم يقله أحد من العلماء. نعم. متى يقرأها؟ اختلفوا، قالوا يجب عليه أن يقرأها. متى؟ قالوا إن استطاع أن يقرأها في سكتات الإمام قرأها،
متى يسكت الإمام؟ يسكت أول ما يكبر للاستفتاح والاستعاذة، ويسكت قبل أن يكبر للركوع. ولكن وهناك سكتة ثالثة قال بها بعض أهل العلم، وهي أن يسكت بعد الفاتحة، يعني أن يسكت الإمام بعد الفاتحة ليقرأ المأموم، ولكن لا دليل على مشروعية السكتة بعد الفاتحة، بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة لا دليل على مشروعية هذه السكتة. ومن يقول بوجوب قراءة المأموم للفاتحة يقول أيضا، وكثير منهم يقول بأنه لا سكتة للإمام بعد قراءة الفاتحة. إذا متى يقرأها؟ قالوا في سكتات الإمام قبل أن يقرأ الإمام، يعني حتى ولو قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة، أو بعد سكتته، أو في سكتته بعد قراءة ما تيسر من القرآن قبل الركوع. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض من أدرك من أصحابه، من أصحابنا من الحنابلة، كان يقرأ عند السكوت، سكوت الإمام عند رؤوس الآية، يعني إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يوقف الإمام المأموم يقول الحمد لله رب العالمين وهكذا، ويقول شيخ الإسلام وهذا لم يقله أحد من العلماء، هذا قول لم يقل به أحد من العلماء. ولذلك هذا مما يشكل عند القائلين بوجوب قراءة الفاتحة، يشكل متى يقرأها، حتى قال بعضهم بأن يقرأها مع قراءة الإمام، وبذلك يخالفون الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا ليس هذا في قراءة الفاتحة، فحصل عندهم هذا الأمر. القول الثالث، نعم، قال شيخنا حفظه الله القول الثالث التفصيل، فيقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية ولا يقرأ في الجهرية، وهو قول مالك والشافعي في القديم، وهو قول مالك والشافعي في القديم وجماعة من السلف، وهو قول أحمد واشترط ألا يسمع قراءة الإمام في الجهرية، وهو اختيار ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونسبه إلى الجمهور من السلف والخلف. واستدلوا بما يلي: أولا، ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. فالأمر بالإنصات ورد بعد الأمر بتكبير الإمام للصلاة، فدل أن المقصود الاستماع لقراءة الفاتحة لا المنع من قراءتها. الثاني، ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن عبد البر رحمه الله: في هذا الحديث دلالة على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر، لا بأم القرآن ولا بغيرها، لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب أن يؤمن كل واحد منهم بعد فراغه من قراءته، لأن السنة في من قرأ بأم القرآن أن يؤمن عند فراغه منها. ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يكادوا يسمعون فراغهم من قراءة فاتحة الكتاب، فكيف يؤمرون بالتأمين عند قول الإمام ولا الضالين، ويؤمرون بالاشتغال عن استماع ذلك؟ هذا ما لا يصح. الثالث، ما أخرجه أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله.
قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صريح في القراءة في الصلاة السرية وترك القراءة في الصلاة الجهرية. الرابع أن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية إما أن تكون واجبة أو تكون مستحبة، فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين، إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ، ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر. ومثل ذلك لو كانت القراءة في الجهر مستحبة للمأموم للزم أحد الأمرين المذكورين. الخامس أن المقصود بالجهر استماع المأمومين، ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر، فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته، وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه ويخطب من لم يستمع لخطبته، وهذا سفه تنزه عنه الشريعة. ولهذا روي في الحديث مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه. السادس لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتة بعد قراءته للفاتحة لم يصح احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين جهر الإمام، فإن أبا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، علم أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم سكتة بقدر هذه، وقراءة الفاتحة آكد بكل حال من الاستفتاح، فلما لم يسكت لأجل قراءة المأموم علم أن القراءة في حال جهر الإمام غير متوكدة في حقه، وأن الإمام يتحملها عنه. وعلى كل حال فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا شديدا، ومن تحرى الصواب وترجح لديه قول فليأخذ به، وهو مأجور في الحالين وصلاته صحيحة. أخرج البيهقي عن أسامة بن زيد أنه قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فقال إن قرأت فقد قرأ قوم كان فيهم أسوة والأخذ بأمرهم، وإن تركت فقد ترك قوم كان فيهم أسوة. قال وكان ابن عمر لا يقرأ. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فلو اكتفى المأموم بقراءة الإمام صحت صلاته. نعم، هذه المسألة تنازعتها هذه الأقوال الثلاثة. قول الأول أن الإمام المأموم لا يقرأ لا في سرية ولا في جهرية، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وبهذا لا حاجة لقراءة الفاتحة لا في سرية ولا في جهرية. والقول الثاني أن يقرأها في السرية والجهرية، واستدلوا بأدلة كما سمعتم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أنتم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يدل على أن القراءة إنما تكون بالفاتحة سواء كان في الجهر أو في الإسرار. وحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قول الثالث
وسط بين القولين بين الأقوال الثلاثة، وذلك بأن يقال أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية دون السرية، وهذا أعدل الأقوال وأقواها وأصح الأقوال، بل نسبه شيخ الإسلام إلى الجمهور من السلف والخلف، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. ونسأل الله جل للجميع القبول والغفران والعتق من النيران، ونستكمل إن شاء الله في درس غد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.